بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي حبايبي طلاب الصف السابع يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نتم شرح قاعة البيزد كنتينيوس. تمام، في البداية قبل ما أبدأ بأي شيء، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة أيضا فعليه بالعلم، ومن أرادهما كليهما معا فأيضا عليه بالعلم. إحنا سابقا حبايبي طلابنا شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل على اللوح قبل ما تعطلوا عطلتكم، اللي هي الآن اللي هي the present continuous. Today إن شاء الله we are going to explain this rule in details. اليوم إن شاء الله راح أرجع أشرح لكم إياها هذه القاعدة كمان مرة، تمام، وبالتفصيل. بس قبل ما أبلش شباب، أنا راح أبعث لكم صورة لهذا التلخيص، تمام، حتى تنقلوه على الدفتر بترتيب وألوان، لأننا زلمة بعشق الألوان. أوكي، the present continuous means باللغة العربية اللي هي المضارع المستمر. شوف طلابنا حبيبي، أول ما تشوف كلمة continuous دائما في طول حياتك اعرف إنه الفيرب لازم يكون في عنا فيرب ing، تمام، اللي هي العائلة الكريمة. وإذا كان في عنا فيرب ing مباشرة، تمام، مباشرة لازم يلحقه قبلي، تمام، إما is am are أو was aware. طيب إذا كان في عنا مضارع is am are، إذا كان في عنا ماضي was aware. طب قاعدتنا هنا المضارع present، إذا شو تكون قاعدتنا اللي هي رحمة زي ما تشوفوها هسا اللي هي is am are زائد verb ing. أول إشي خلينا نبلش بالfunction. شو يعني كلمة function شباب؟ يا سلام، معناها الوظيفة. ما هي وظيفة هذه القاعدة؟ أنا متى بستخدم هذه القاعدة حتى أعرف استخدمها في حياتي؟ طيب we use، نحن نستخدم the present continuous المضارع المستمر to talk about، للحديث عن، للحديث عن، تمام، an actions اللي هي أحداث، تمام، which happening now والتي تحدث الآن، or at the moment أو في هذه اللحظة. طيب أستاذ رتب لنا إياها أحسن من هيك، بقول لك من عيوني، تمام. هي نستخدم هذه القاعدة للحديث عن أحداث تحدث الآن، تمام، أو في هذه اللحظة. يا سلام على الترتيب، دفترك معاي بس تخلص كل إشي تطلع على الشرح بإذن الله تطلع عليه. الآن الفورمز، أشكال هذه القاعدة، زي ما اتفقنا إحنا لازم يكون في عنا فعل مساعد اللي هم الإزام آر اللي بصير. شو صرنا فيه؟ قلنا اتفقنا زمان إنها بتنتص. يعني شو يعني بتنتص؟ يعني تقبل النط، تمام. إذن عندنا فعل مساعد إزام آر وفي عنا الفيرب آي إن جي، إتس أ مين فيرب. What do you mean by this word؟ مين فيرب means الفعل الرئيسي. ممتاز. الآن إذا في عنا السبجكت اللي هم الهي والشي والإت والذي اللي أخذناهم، هم السبجكت بروناونز أو الناونز، ما عنا أي مشكلة إذا كان في عنا أسماء أو ضمائر. ممتاز. إذا سبجكت زائد إز أم آر. طب أنا متى بستخدم الإز مع السينجولر؟ شو هي سينجولر؟ طيب أستاذ أنا ما بذكرها، هاي كلمة عارفها بس مو ذكرها، معناها مفرد. ممتاز. اللي هم الهي والشي أو الإت أو علي سهى، أي شيء غير عاقل أهم شيء يكون مفرد. الأم فقط مع الاي، اي ام، انا بحكي دائما اي ام اي ام. الار مع البلورال، شنو بلورال؟ معناها ضمائر او ضمائر الجمع اللي هم الذي والوي والويش واليو. طيب ممتاز استاذ، انا هيك بلشت افهم. طيب اذا كانت الجمله فيها كلمه نوت، تمام، يعني بده يهدن فيها. اذا الاز شو بصير؟ ازنت. الام شو بصير؟ ام نوت. او واحد يقول لي امنت، تمام، بخسره، تمام، ام نوت، am not، ومفصولات عن بعضهم. arrent means اللي هي معناها اللي هي arrent اللي هي النفي تبع الار. وفي حال السؤال قلنا دائما نضع السبابة، تمام، والاوسط وبتقلب، تمام، بتصير الاز عندنا في البداية اللي هو الفعل المساعد اللي هو بنطاس بصير في البداية، بعدين ضمائر المفرد او الجمع هم اللي هي او الشي او الاي او الكذا، او هاي يكون معطاة في السؤال في الامتحان يكون معطاة، فهو بده هاي وهاي، بده هاي وهاي. طيب ممتاز استاذ، اعطيني استاذ امثله حتى انا اعرف اتعامل مع هاي القاعده. بقول لك بس انت اصبر شوي معي حتى خنضنا الاخير. في عنا شغله بنسميها الكيوردز اللي هي الدلائل لهذه القاعده. ما هي دلائل هذه القاعده؟ تمام، كيف بدي اعرف هاي الدلائل بتدلني اني لازم احل على قاعده الاز ام ار زد فيرب اي ان جي؟ طيب بقول لك ممتاز، ناو معناها الان،
right now معناها برضو الآن. until now معناها حتى الآن. يلا تابعوا معي. at the moment في هذه اللحظة. today معناها اليوم أو الحاضر. nowadays في هذه الأيام. هذه الأيام. look أي كلمة شباب، أي فعل ينتهي بعلامة الإكسكليميشن مارك تمام، اللي هي علامة التعجب مباشرة، هذا دليل لأنه هذا حدث يحدث الآن. ممتاز، خلينا الآن نروح على أول مثال. لاحظوا معي. today she فراغ go to the library. وين الكيورد هون عندنا؟ أول شيء طريقة الحل إنك تدور على الكيورد، لقينا هاي today. نتطلع بعدين في عندنا ثلاث تقاطعات مفرد وآي وذي أو عفواً آر. الشي شو بتأخذ إز ولا أم ولا آر؟ بتذكر الشي مفرد إنه شو بتأخذ إز وبحول الفعل بين قوسين إلى verb ing. شو بتصير؟ going. إذن they she is going to the library. طيب الثانية the children فراغ أو gap not wear not watch TV now. the children فراغ not watch TV now. طب ماشي، في عنا the children مفرد ولا جمع؟ بقول لك أنا هاي plural جمع. ممتاز، هاي جمع. طيب بس في عندنا هنا مشكلة صغيرة اللي هي كلمة not. إذا بدي أحط أنا R، اتفقنا نحط هون R لأنها جمع، بس عشان في عندنا not هنا نضيف شو بده يصير؟ aren't. شو بده يصير؟ aren't. والفعل اللي بين قوسين شو نخليه؟ verb ing. يا سلام يا سلام. الآن لاحظوا معي أنا الجملة رقم 3 فراغ علي فراغ. ما دام عندنا فراغين في السؤال اعرف إنه هذا السؤال 90% يكون علامة سؤال فيه. نطلع هون والله في عندنا علامة سؤال 100%، وفي عندنا الكيورد اللي هي at the moment في هذه اللحظة. طب ممتاز. طيب نطلع الآن، قلنا هاي السبجكت دي يجي قبله فعل مساعد للرئيس. الفعل المساعد اللي بينتصل هو إز أم آر. عادي شو بأخذ؟ بنحط له هنا إز، بس لا تنسى الكابيتال. الله يرضى عليك، لا تنسى الكابيتال. واستدي شو بتصير؟ بتصير studying. يا سلام، حلو حلو. طيب استاذ في عندنا بعض القواعد المهمة جدا، قواعد الشواذ في الاي ان جي. اول قاعدة بيحكي لك انه اذا انتهى الفعل بحرف اي، الفعل اي فعل، واردنا اضافة اي ان جي نحذف الاي. مثال كلمة يوز انتهت بحرف اي، عشان اضيف انا اي ان جي شو بساوي فيها؟ انا بحذف الاي بضيف اي ان جي. شو بتصير؟ يوزينج. طيب كلمة براكتس، براكتس شو بتصير؟ براكتس. لاحظوا معي practice شو بصير؟ practicing شو بصير؟ practicing. ممتاز. ملاحظة رقم 2 بحكي لك إذا انتهى الفعل بحرف ساكن consonant وكان حرف اللي قبله حرف علة اللي هما حرف الفول اللي هو الـ A والـ O والـ U تمام والـ I تمام والـ E، هذول الحروف تمام، هاي الحروف شو بتو... اذا كان في عندنا قبل حرف الساكن هاي الحروف وهو الوحيد، وهو الوحيد انتبه لي على الكلمه هاي، نضاعف الحرف الاخير. مثال لاحظ في عندنا كلمه رن، شو الحرف قبل الاخير؟ حرف عله. ممتاز. طيب في غيره؟ لا والله استاذ. اذا شو بنساوي في الحرف الاخير عشان نضيف اي ان جي؟ بنضافه، بتصير ايش؟ رانينج. لاحظ الان شو صار فيها. طيب في عندنا كلمه جيت، الحرف قبل الاخير حرف عله. حلو. في غير استاذ؟ نو وي دونت هاف. اذا شو بصير؟ جيتينج. شو بصير؟ جيتينج. لاحظ شو صار في الايش؟ في التي ضاعفت. تمام. طيب خلينا الان احنا نشوف بعض الامثله هيها مباشره مع بعضنا. واحد وي فراغ رن in the race now. عندنا هاي الكيورد now، وفي عندنا كلمة run. حلو ممتاز أستاذ، في عندنا كلمة run. إذا عندنا كلمة run مباشرة، we are لأنه في عندنا جمع running تنساش. تمام. طيب في عندنا سؤال مهم جدا كمان ممكن يجيكم في الامتحان اللي هو correct the mistakes، صح الأخطاء. واحد today فاصلة كما we is studying
math. 2 أحمد is doing or do his tasks nowadays. طيب خلينا نشوف الآن نقرأ في عنا keyword أستاذ للمضارع المستمر. شو قاعد تذكرني فيها أستاذ؟ remember me, remember me. نعم it is am are زائد verb ing ممتاز. في عنا am زائد verb ing ممتاز. بس طلع هون في عنا we. الوي للجمع بتاخذ is؟ لا والله. إذا شو بتصير هون؟ بتصير are. طيب الثاني أحمد is do his task nowadays. في عنا كلمة nowadays هنا هي الكيورد تمام؟ طب طيب ممتاز. إذا am are زائد verb ing عنا أحمد أخذ is عيني وراسي. طيب look here في عنا do. الدو شو لازم تصير؟ doing. it's incorrect here. غلط تمام. فإذا عندنا نوعيات الأسئلة ممكن تجيك. واحد circle ضع دائرة. 2 fill in the blank أكمل الفراغ. 3 correct the mistake صحح الخطأ. 4 والأخيرة ممكن تجيك اللي هي change into negative and question. بيجيك سؤال بحكي لك أستاذ حول لي هاي الجملة إلى negative question. مثال مثلا علي is playing تمام تنس. علي is playing tennis now. ممتاز. حول لي هل النفي شو بصي؟ قلنا دائما نركز على الفعل المساعد. علي isn't playing tennis now. ممتاز. طيب حول لي على سؤال بنقلب شو بصي في البداية عندنا؟ is علي playing tennis now وعلامة سؤال. لاحظ أنا حولت الجملة هاي إلى نفي ومن ثم إلى سؤال. فأنا هيك أنا بكون أنهيت القاعدة. بتمنى من الجميع شباب إنه يركز فيها تمام ويحاول إنه يكتب التلخيص اللي هو هذا. راح أعطيكم إياه كمان شوي إن شاء الله تمام. ويعطيكم ألف ألف عافية. أستاذ بهاء كان معكم من مدارس الخروان. السلام عليكم.